اليوم رح نعملك على طريقة كتير حلوة بالشامبو والقرنفل. حط الشامبو على القرنفل بهيدي الطريقة. هلا هون احنا كيف رح نستخدم القرنفل والشامبو؟ بداية انا عندي هون قنينة الشامبو، مثل ما شايفين انا عندي على جوز الهند، عندي كم عود من القرنفل رح حطهم بقلب القنينة بهيدي الطريقة. هون القرنفل في ناس كتير بيستخدموا زيوت لشعراتهم بهيدي الطريقة، زيت القرنفل وزيت السمسم وهيك امور بحطهم بقلب القنينة. استخدمي هيدي الطريقة ورح تلاقي شعرك غير شكل، نعومية وريحة بتعقد، اعتمديها ورح تدعيلي كتير. عندك هيدا سلة الغسيل، عندك كنس بقلب بيتك، اليوم رح علمك على طريقة كتير حلوة ورح توفر عليك مجهود. إذا بحال مثلا منشر الغسيل ما عادش يساعد نهائيا، وبعد في عندك مثلا كلساتات ومحترم بدك تحطيهن، فيك تحطين بقلب هيدي سلة الغسيل. في صدقا لو بتحطي 100 كلسات رح يضلوا يساحوا ورح ينشفوا بكل سهولة، اعتمديها. فكرة رائعة بالنونو، عندك نونو بقلب بيتك، عندك كنس، صدقا من دون مبالغة اليوم رح نعمل اختراع او فكرة كتير حلوة من النونو. بداية طبعا اذا عندكم انتو نونو بتنشل بهيدا الشكل، كيف نحنا رح نستخدمها؟ رح نستخدمها لولادنا حتى نحنا نعملهم على طريقة كتير حلوة. بتجيب النونو بتثبتيها باي مسمار عندك او بتثبتيها بقلب الحيط بهيدي الطريقة، شايفين كيف بهيدا الشكل؟ فيك تحطي مسمار وتحطيها بقلب الحيطان، وبتعطي لاولادك شو طابات بصيروا يفوتوا كانوا عم بيلعبوا باسكتبول بهيدي الطريقه. طريقه كتير حلوه موفره كتير. حبيتوها ما تنسون اللايك والشير والاكسبلور والكومنت حتى اشوف رايكم. رح علمك على طريقة كتير حلوة بالشبشب او الشحاطة، دايما اعتمديها بقلب غسالتك. امرار كتير للأسف الغسالة بس بدها تنشف او بس بدها تدور بتصير ترقص بهيدا الشكل. بطريقة كتير حلوة نحنا كيف رح نستخدم الشبشب او الشحاطة؟ رح نحطها تحت الغسالة مباشرة كرمال بس بدها تنشف، ما بقى لا ترقص ولا اي شي ولا تزيح معنا لقدام. شوفوا معي كيف هوني مثل ما شايفين انا حطيتها تحت الغسالة مباشرة، هوني ما بقى رح تزحزح معانا وحتى ما رح تمشي معانا لقدام. اعتمديها وطريقة كتير حلوة، فيك تحطي شحاطة هوني وشحاطة هونك. طبعا الشحاطة اللي بدك تستخدميها تكون مقبوعة وما بدك اياها. ما تنسوني من اللايك والشير. اليوم رح علمك على طريقة اذا انت مثلا عندك حرامات مثل ما شايفين، اذا عندك حرام كتير كبير وريحته منا حلوة فنحنا بدنا نعطره بطريقة كتير سهلة من مكونين موجودين بقلب البيت. انا عندي هون عندي عطر يدوم لوقت طويل، مثلا هيدا الريحة طبعا انا بحطه للغسيل. شو رح اعمل؟ رح جيب شوي صغير حطه بقلب هيدي القنينة ورح ضيف عليها شوية مي. شايفين قد ايه انا بحط شوي صغير؟ هلا هون انا رح احط مي، طبعا بنملي المي للاخر ورح خدها منيح بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ هلا هون انا رح عطر الحرام معاي بهيدي الطريقة، ريحة فواحة وكتير حلوة، فينا نستخدمها للخزاين لأي مكان نحنا حابين نعطر فيه التياب، الكلسات، التياب الداخلية بهيدا الشكل. اعتمديها. رح علمك على طريقة كتير حلوة اذا بحال مثلا انت جبتي قنينة بيبسي متلانة وللأسف منا مسقعة، رح علمك على حيلة كتير حلوة. بتجيبي شو؟ بتجيبي السانيتا او ورق الالمينيوم بتلكيها بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ هلا هون شو رح تعمل الالمينيوم؟ اذا بحال كانت مثلا سخنة رح تبرد مباشرة، حطيها بس فقط بقلب الفريزر ما يقارب ال10 دقايق رح تقيميها وتلاقيها متلجة. اعتمدي هيدي الطريقة، او كانت برات البرات رح تتلج من ورا الالمنيوم. اعتمديها وطريقة كتير حلوة. رح علمك على طريقة كتير حلوة حتى تحافظي على الموز لمدة كتير طويلة، بس اعتمدي هيدي الطريقة بشقفة قصدير او شقفة الومنيوم او بشقفة نايلون بتغطي الراس من فوق، وصدقيني الموز رح يضاين معاكي لمدة كتير طويلة. طريقة مجربة وناجحة 100%. بفكرة كتير حلوة من القداحة، دايما اعتمديها بأي كيس متواجد عندك، رز، بشار، سكر. مثلا انت استخدمت شوي صغيرة ما عندك لا ربيضة ولا اي شي، بتجيب القداحة بتعمليها بهيدي الطريقة ومستحيل يوقعوا مثل ما شايفين. اعتمديها وبعديها لغيرك حتى يستفيد.